ينضم إلينا من لفيف الأوكرانية غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. غيث، أهلا بك. في البداية، آخر التطورات والتداعيات الميدانية التي ربما تأتي من الجهة الشرقية. تحية طيبة لك. بالفعل الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية هما الأعنفين منذ بدء العملية العسكرية الأوكرانية أو ما يسمى بهجومها المضاد، حيث أشارت الحكومة الأوكرانية ومتمثلة بالإدارة العسكرية لمنطقة خرسون عن مقتل مدنيا واحدا وإصابة العشرات. بلغت عدد الإصابات هما 14 جريحا ذات جروح متوسطة وأيضا ثقيلة، كما أيضا أن القوات الروسية ما زالت تستمر في عمليات مهاجمة المناطق والأحياء. هنا يتحدث حاكم منطقة خرسون التابع للإدارة العسكرية للأراضي الأوكرانية، حيث أيضا نشهد تقدم للقوات العسكرية الأوكرانية في منطقة زاباروجيا بالتحديد، أيضا بأن القوات الأوكرانية الآن ماضية في اتجاهها نحو مناطق أخرى وبلدات أساسية أخرى، هكذا ما صرح به المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوكرانية، حيث أشار في بيانه هذا الصباح بأن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية باتجاه مدينة ميليتوبول الأوكرانية. أيضا تحدث الجانب الأوكراني بأن القوات الأوكرانية لن تقدم على استخدام قوات احتياطي لها، كون أن القوات الأوكرانية هي ما زالت متمركزة وأن عدد قتلاها لم يتجاوز الربع من الأعداد الموجودين في عمليات القتال الأوكراني، حيث بلغت عدد القتلى القوات الأوكرانية هم 80 ألفا منذ 24 من فبراير عام 2022، أي أن العدد هم يتحدثون عن أقل من ربع القوات التي تم خسارتها في الجبهات الجنوبية والشرقية. وأيضا أن القوات الأوكرانية الآن هي مسيطرة في نحو المنطقة الجنوبية من مدينة بافموت، وهذا ما أشير أيضا من خلال مقابلة صحفية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر شبكة CNN، حيث أكد بأن القوات الأوكرانية في مطلع هذا الشتاء سوف تقوم بتحرير مدينة بافموت بالإضافة إلى بلدتين أساسيتين لم يحددها، وأشار بأن القوات الأوكرانية هي تمضي نحو الخطة المتبعة لها في هجومها المضاد، وأن الهجوم المضاد لن يتوقف حتى وإن جاء الشتاء كان قاسيا على القوات الأوكرانية. نحن الآن نشهد بداية دخول الشتاء، وأيضا هنا نشاهد القوات الأوكرانية هي تمضي وتقوم بعمليات دفع بقواتها نحو المناطق الجنوبية وأيضا نحو المناطق الشرقية، لا سيما وأن المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي الأوكراني يوري أغنات، حيث أشار بأن القوات الروسية الآن بدأت بالفعل في مهاجمة البناء التحتية الأوكرانية، وهو يشير على أن القوات الروسية هي تحاول استهداف محطات الطاقة الكهرباء وأيضا التدفئة في الأراضي الأوكرانية، وهذا الشيء الذي لمسناه أعنف انفجار كان في العاصمة الأوكرانية كيف في 20 ضربة صاروخية أرادت استهدافها البنى التحتية. نعم غيث، ربما هذا الشتاء القادم الذي تتحدث عنه أنذر زيلينسكي بأنه سيكون شتاء صعب قادم على أوكرانيا، كيف يتعاطى الداخل الأوكراني مع هذه الجولة التي يقوم بها زيلينسكي الآن؟ ما هي الأسلحة التي من المتوقع فعليا أن تدخل نطاق المعركة قريبا بعد زيارة واشنطن وكندا؟ داليا، هنا يتحدث الخبراء في الأراضي الأوكرانية عن شيئين أساسيين، وهو زيادة اكتساب الوقت من قبل الحلفاء الغربيون في دعم أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة، وأهمها هي مضاد الدفاع الجوي التي حتى هذه اللحظة هم عاجزون عن التصدي لكل الأهداف الجوية، وأيضا حتى وإن تصدت الأهداف الجوية للصواريخ الروسية فهي تسقط على البنى التحتية وتشكل خطرا كبيرا على المواطنون. بالإضافة إلى ذلك هم كانوا يعولون على مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، والتي خاب ظن الأوكران من خلال اجتماع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإدارة واشنطن، حيث أعربوا بأن ليس الوقت الآن لتزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ التي تعول عليها أوكرانيا للفعل
كونها هي 300 كيلو مترا، وان الجانب الاوكراني يتحدث بانه يحاول من خلال استهداف او قطع الامداد الواصل ما بين القوات الروسيه وايضا ما بين الاراضي الاوكرانيه التي هي الان تخضع للسيطره الروسيه. هكذا نعم. ما يعول الجانب الاوكراني والذي دائما ما يرفضه الجانب الغربي حتى هذه اللحظه، اما لاطاله امد الحرب ام هناك سياسه اخرى يتبعها الغرب تجاه اوكرانيا. نعم. شكرا غيث مناف مراسل القاهره الاخباريه من مدينه لفيف الاوكرانيه، شكرا جزيلا لك غيث.